وهم يشوفوا العملية تاع التهيئة تاع الفضاءات. يعني ما زالت مستمرة. خرجهم شوية هذول أشغال تاع الفندق، فندق نوف هوتيل، اللي يبدو أنه فيه عودة الأشغال. إذن في هذا المشروع اللي كان حابس أكثر من عامين، هو حابس الآن، نشوف أنه تم التغليفة ديالو، وهذا التغليفة ديالو دليل على أنه فيه عملية نتاع إعادة الأشغال، نتاع عودة الأشغال. إذن لاحظ التغليف. وهذا أمر جيد.
زيدنا فونسي القدام ونشوفوا وين واصله هذه الاشغال هذه وراهي واصله. فيه أشغال كثيرة راهي قيد الإنجاز وهذا أمر جيد. شوفوا مستوى الاشغال، نلاحظ انه في البنايه تاع مشروع سوسيتي جينيرال بدات وضع الغلاف الخارجي. نشوف البناية تاع سوسيتي جينيرال
في هذا المقر تاع شركة فاديركو لإنتاج الورق، ورق صحي. إذن Thank you.